فرقة مصر لو شوف سير المباراة كابتن عادل جونين، يعني كان في استحواذ من فرقة المصري غالبية الشوط الأولاني، كورتين. عايز تطلع تليفون؟ طيب خد ده، خد ابراهيم عبد الخالق نجم حرس الحدود على فكرة جايب جونين النهاردة. احنا عشان كده من احسن ماتشاته. انا لسه كنت حضير. مبروك يا ابراهيم، مبروك يا كابتن ابراهيم. ان الله يبارك في حضرتك يا كابتن حبيب، ومس على الكباتن الكبار طبعا، الله يبارك في حضرتك. معايا طبعا الكابتن الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن الكبير الكابتن عادل بتاعيمه، والكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش، كله بيبارك لك على المباراه وعلى الهدفين الجمال بتوعك بتوع النهارده. الله يبارك يا كابتن. الحمد لله، يعني بغض النظر عن الاجوان اهم حاجه 3 بونت، يعني كاتمين ماتش فرقتين كبار، ماتشين ورا بعض كبار، الاسماعيلي والمصري. وما ادراك ما من الاسماعيلي والمصري طبعا. الفتره اللي فاتت يعني بيقابلنا سوء توفيق. الحمد لله طبعا، ربنا كرمنا ووفقنا. الماتش مكسب بيجيب مكسب، والنتيجه ايجابيه بتجيب نتيجه ايجابيه. قدرنا نكسب النهارده المصري، عندنا ثلاث اهداف، وكان في ممكن نجيب اكتر كمان، بس الحمد لله طبعا اهم حاجه 3 بونت يعني. اكيد ابراهيم، يعني مش هكلمك طبعا الهدفين اكتر ما هكلمك ان هي كانت بالنسبه لكم، كنتوا متوقعين نتيجه؟ كنتوا متوقعين ان ممكن تكسبوا المصري نتيجه كبيره، ولا كنتوا متوقعين الماتش هيبقى ازاي؟ لا بصراحه مش متوقعين، ما فيش حد بيتوقع نتيجه، بس احنا كنا يعني واثقين في نفسنا هنكسب، بس ما كنا النتيجه دي بتاعت ربنا. عشان ابقى صريح معاك يعني، انا واحد من الناس كنت متوقع ان نكسب على الاقل 1-0 او 2-1. انا واحد من الناس بصراحه. لكن كنت متوقع تجيب اجوان يا ابراهيم النهارده؟ لا يا كابتن. كنت متوقع تجيب اجوان؟ الماتش الوحيد من ساعه ما لعبت الحرس السنه دي، انا لعبت كل الماتشات الحمد لله، الماتش الوحيد اللي ما توقعتش اجيب اجوان في الماتش بتاع النهارده. اول مره ما توقعش انا اجيب اجوان. ما تتوقعش تاني بقى. لسه كنت هقول له. الجول الثالث يا ابراهيم كان حلو قوي، الجول الثالث بتاعك حلو قوي. هو حلاوته يا كابتن الحمد لله ان انا يعني انا اللي بدات الكوره، وانا اللي بصيتها، وانا اللي كملت، فدي كانت حلاوته يعني اكتر من الهدف نفسه يعني. اكيد اكيد. يعني الكابتن طارق العشري يا ابراهيم بيبقى ليه مفعول سحر دايما كده مع حرس الحدود، انا عايز اعرف ايه الكيمياء اللي بين الكابتن طارق العشري والحرس وبينكم؟ والله يا كابتن ما يكون معاك طبعا، كان بيقابلنا سوء توفيق مع الكابتن عماد سليمان غير طبيعي، يعني من المدربين الكويسين جدا جدا طبعا، شخصيات محترمه جدا. كابتن طارق يعني مدرب بيلعب على حته تنظيم جوه الملعب، ما بيحبش اللعيب العشوائي. بنقفل مع بعض مجموعه، بنطلع مع بعض، الخطوط بتبقى قريبه. هو بصراحه من اول يوم جه وهو التكتيك ده ما بيتغيرش يعني. بيحفظنا على طول في التكتيك وطريقه لعبنا. وحضرتك تلاحظ احنا يعني الحمد لله الديفنس بتاعنا بقى كويس جدا، ما بقاش بسبب الاهداف. بقينا الخطوط قريبه جدا من بعض الحمد لله. بقينا ازاي بنعرف ندافع وازاي نعرف نهاجم. هو الكابتن من المدربين اللي هو بيحفظوا اللعيبه اكتر من انا عارف اسلوب الكابتن طارق. تمام. يعني من مدرب محترم جدا، من جهاز فني محترم بامانه يعني. كلهم طبعا يعتبر ولاد النادي يعني، الكابتن طارق والكابتن حمود عطا وكابتن حليم وكابتن ميكي، يعني كل الناس لعبت في الحرس وخدت 3 بطولات مع الحرس يعني. اكيد كميته ما شاء الله معاهم كويسه جدا يعني. كانوا 3 نقاط مهمين جدا يا ابراهيم النهارده، طلعوكم للمركز ال 15، اكيد ناويين تكملوا يعني بعد سلسله الانتصارات اللي انتم ماشيين فيها. والله يا كابتن احنا عندنا الماتش الجاي دجلة عندنا، ومعسكرين من 3 ايام في ملعبنا اسبوع بتاعنا في على صعود النفس، قاعدين لحد يوم الماتش. فان شاء الله احنا عارفين ان احنا فرقه كويسه جدا جدا، عاملين ماتشات كويسه قوي لسه النهارده، متعدين طبعا مع فريق قوي جدا. احنا عاملين حسابهم الحمد لله، بنحفظ الفرقه قدامنا، نعرف النقط القويه فيهم والنقط الضعف، فاحنا هنلعب عاديه باذن الله على النقط الضعف اللي فيهم باذن الله. كل التوفيق ليك والحرس الحدود والكابتن طارق، بس سلمنا عليه ونقول له الف مبروك، وكل التوفيق ليك يا ابراهيم في موقعك ان شاء الله. عايز اضيف بس وليد عطيه النهارده باجمل اهداف زي ما كانش